البيانو ميسي بوروس البالغ من العمر 11 عاماً، يحاولون استخدام تطبيق ميوزيكا بيانو لأول مرة في حفل موسيقي في بودابست. كل نوتات موسيقى البيانو المطلوبة تظهر على شاشة الهواتف الذكية مجاناً بفضل هذا التطبيق الذي ابتكره لودفيتش كونمان. حقيبتي تزن 5 كيلوغرامات، أي أنها ثقيلة جداً ويجب علي حملها يومياً. كنت أشعر بتعب كبير من حمل حقيبتي طوال الوقت. بفضل هذا التطبيق ستكون الأمور أسهل بكثير. كل النوتات المكتوبة ستكون متاحة على هاتفي الذكي. لطالما فكرت في طريقة لربط البيانو بجهاز قراءة رقمي، والآن لدينا هذا التطبيق. التطبيق يساعد أيضاً في تدريس الموسيقى. يمكن لأي طالب التواصل مع أي عازف بيانو حول العالم، ولو تعلق الأمر بعازف أو مدرس مشهور. عازف البيانو المجري تماس فاساري حل ضيفاً على هذا الحفل الموسيقي، حيث جرب تطبيق الذكي لأول مرة. الموسيقار عبر عن سعادته بإمكانية التواصل مع عازفين عالميين آخرين. كل محتويات التطبيق مثل نوتات موسيقى البيانو الكلاسيكية وإمكانية التدرب متاحة مجاناً إذا كان المهتمون بالتطبيق متصلين بالشبكة العنكبوتية. لماذا نعتبره تطبيقاً ثورياً؟ في الحقيقة إنها المرة الأولى التي يضع فيها ناشر كل محتوياته الموسيقية على سحابة حرة، وهي المرة الأولى التي نجد فيها محتوى خاصا بالموسيقى الكلاسيكية على سحابة أكثر من ذلك الذي توفره لنا مغازة خاصة بعالم الموسيقى. امتياز آخر يتيح التطبيق للعازفين وهو القيام بتدريبات مجانية. النوتات الموسيقية تكون مخزنة في التطبيق، والأمر لا يتعلق بصورة رقمية بسيطة بل بنوتات موسيقية ذكية، ذلك أن النظام المستخدم في التطبيق يتعرف عليها. نحن نمسح الوثائق الأصلية والنوتات الموسيقية الأصلية، لكن المسألة لا تقتصر على عملية المسح، فنحن نستخدم تقنية الOCR التي تمكننا من تحويل الصورة إلى نص مقروء، وتقنية الICR لنتعرف على النوتة. نحن نمسح النوتة الموسيقية المكتوبة تماماً مثلما نفعل مع أي وثيقة مكتوبة أو صورة، ويتم التعرف على النوتة الموسيقية بكل تفاصيلها. خبراء الموسيقى ساعدوا في تصميم هذا التطبيق لأنه قد ترتكب أخطاء أثناء عملية المسح، لذلك يتم مراجعة كل وثيقة رقمية من قبل خبير في الموسيقى. بعض التأليفات الموسيقية يصعب فعلا تحويلها إلى وثيقة رقمية مثل ما هو الحال مع أعمال باخ. لقد أضاف باخ تعديلين موسيقيين بعدما انتهى من تأليف ونشر قطعته الموسيقية هذه. في المخطوط الأصلي يمكننا ملاحظة نوتتين مختلفتين عن القطعة الموسيقية النهائية، لذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه التغييرات. هذا التطبيق قد يمهد لنهاية عصر النوتة الموسيقية المكتوبة لتحل محلها النوتة الموسيقية الرقمية.